النهاردة إن شاء الله نحاول نتكلم مع بعض شوية في الديريفيشن بتاع المودولوس اوف ريجيديتي بتاع كومبلكس ماتيريال. المودولوس اوف ريجيديتي هو المقصود بيه الجي اللي هو بيجي من علاقة الشير ستريس بالشير سترين. العلاقة دي الحقيقة احنا خدناها من زمان اول ما ابتدينا نقيس شير مودولس، حطينا ماتيريال كده وقمنا مسكناها من ناحية وابلايد عليها فورس وحسبنا الاسترس بتاعها. المهم ان الماتيريال دي حصل لها ديفورميشن بالشكل ده. طبعا هي نزلت سنة، بس يعني احنا بنتجاهل السنة اللي نزلتها دي. قلنا ان المسافة اللي مشيتها هنا دي هسميها دلوقتي دلتا، عملت زاوية والزاوية دي نسميها جاما، ولقينا ان احنا ممكن نربط علاقة الشير ستريس بالشير سترين عن طريق المودولوس اوف ريجيديتي، حيث ان الشير سترين هو الزاوية جاما. لو جيت برضو يعني علشان هنستغلها بعدين، انت لو افترضت ان الارتفاع ده اتش، فلو الزاوية جاما دي صغيرة احنا ممكن نقول ان جاما تقريبا بتساوي دلتا على اتش، اللي هي العلاقة بتاعت الزوايا الصغيرة، ان الزاوية تقريبا بتساوي التان بتاع الزاوية. المهم ده اللي عملناه بالنسبة للايزوتروبيك ماتيريال. طيب تعالى دلوقتي بقى هنفترض ان احنا عندنا كومبوزيت ماتيريال، هناخد منها ريبريزنتاتيف سيل زي ما عملنا في الاكسيال ستريسز. الجزء اللي في النص ده هو الفايبرز خلاص، والجزء اللي فوق وتحت ده هو الماتريكس، وعملنا برضو شير ستريس. الشير ستريس ده هينتج عنه ان الماتيريال هيحصل لها ديفورميشن، بس بقى لان الماتيريال دي كومبوزيت مش هوموجينيوس، هيحصل ان كل ماتيريال هيبقى لها شير سترين بتاعها المختلف عن التانية. يعني لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الزاوية دي اللي عاملاها الفايبرز هتبقى مختلفة عن الزاوية دي اللي عاملاها ايه؟ اللي عاملاها الماتريكس. والمفترض لان الزاوية بتاع لان الفايبرز عادة بتبقى اقوى من الماتريكس، بنفترض طبعا ايه؟ ان الزاوية دي هتبقى اقل. طبعا هنا انا مش محتاج اقول ان الشير ستريس اللي على التلاتة اجزاء التلاتة لايرز دي مساوي لبعض. هنا لو قلنا ان الارتفاع ده كله عبارة عن اتش خلاص، فالماتيريال حصل لها ديفورميشن، حصل لها شيرينج. انا مش عايز ارسم خط هنا علشان الدنيا ما تتلخبطش، بس المسافة دي في الحالة بتاعتنا هي التوتال دلتا. يبقى الجاما بتاعت الكومبوزيت هتبقى تقريبا بتساوي دلتا على اتش، بس في نفس الوقت الديفورميشن ده عبارة عن ثلاث حتت. حتة جت من هنا، خليني اكتبها بانهي لون دلوقتي، خليني اكتبها بالاحمر عشان تبان. هناخد من هنا دلتا ماتريكس، ومن هنا الحتة دي دلتا ماتريكس، بينما الحتة اللي جوه دي هي دلتا فايبر. يبقى انت جاي لك دلتا ماتريكس ودلتا ماتريكس ودلتا فايبر، يبقى التوتال ديفليكشن دلتا عبارة عن ايه؟ عبارة عن التلاتة مجموعين على بعض، دلتا ماتريكس زائد دلتا ماتريكس زائد دلتا فايبر، صح؟ طيب كمان هنقول ان الارتفاع ده هو اتش فايبر، باينة دي، ارجو انها تكون باينة. واللي هنا هنسميه
اتش ماتريكس، واللي تحت برضه هنسميه اتش ماتريكس. يبقى اقدر اكتب برضو ان التوتال اتش عباره عن اتش ماتريكس زائد اتش ماتريكس زائد اتش فايبر. على فكره طبعا يعني كان ممكن اقول اتش على 2 هنا واتش على 2 هنا ونجمع دي على دي وات ايفر، ده المفروض ما يفرقش معانا بقى خلاص في الدريفيشن. احنا فهمنا ان الريبريزنتيف سيل هي ريبريزنتيف سيل تاخد الدايمنشنز بتاعتها زي ما انت عايز، المهم ان هي كل الصفه اللي تهمنا فيها هو ان هي بتعبر عن اي جزء موجود في الماتيريال بتاعتنا. دلوقتي بقى احنا ناخد بقى الريليشنز دي ونكتب السترين بتاع الماتيريال كلها، جاما بتساوي قلنا دلتا على اتش اللي هي بتساوي دلتا 2 دلتا ماتريكس زائد دلتا فايبر على 2 اتش ماتريكس زائد اتش فايبر. في نفس الوقت ما ننساش العلاقة اللي احنا كنا جبناها في الاول ان الانجلز الصغيرة الجاما تقريبا بتساوي دلتا على اتش، او الدلتا تقريبا بتساوي اتش في جاما. يقوم ناخد الكلام ده ونقول هنا يبقى ده 2 جاما ماتريكس في اتش ماتريكس. اوكي خلي بالك ايه جاما ماتريكس في اتش ماتريكس لما شلنا الدلتا ماتريكس زائد الجاما فايبرز في اتش فايبرز على التوتال هايت اللي هو اتش. هنا الريليشن نقدر نبسطها ونقول ده عبارة عن الجاما ماتريكس في الفوليوم فراكشن بتاع الماتريكس زائد الجاما فايبر في الفوليوم فراكشن بتاع الفايبر. راجع معايا كده اتش على اتش ده ارتفاع بس، امال فين الفوليوم؟ الفوليوم هناخد ايه العمق والاريا بتاعتنا. يبقى احنا كده ماشيين مظبوط زي ما عملنا قبل كده في كل الخطوات السابقه. طيب المهم تعال بقى دلوقتي شيل الجاما وقول لي ان الجاما ماتريكس عباره عن الايه العلاقه اللي من هنا اهي، هي عبارة عن الشير ستريس على المودولس اوف ريجيديتي تاو على جي تساوي جاما. يبقى هقول هنا ده عبارة عن تاو على جي ماتريكس في الفوليوم فراكشن بتاع الماتريكس زائد تاو على جي فايبر في الفوليوم فراكشن بتاع الفايبر. ما تنساش الفرضية الأساسية هي إن الشير ستريس في التلاتة لايرز أو في أي عدد من اللايرز احنا بنتعامل معاه ما بتتغيرش. يبقى اقدر اقول على طول ان جاما بتساوي التاو في الفوليوم فراكشن بتاع الماتريكس على الجي ماتريكس زائد الفوليوم فراكشن بتاع الفايبر على الجي فايبر، اللي هي هتديني هنا ان الجاما بتساوي التاو في احد مقامات جي اف في ام زائد جي ام في اف على المودولس اوف ريجيديتي بتاع الماتريكس مضروب في المودولس اوف ريجيديتي بتاع الفايبر. يبقى الافكتيف مودولس اوف ريجيديتي بتاع الماتيريال بتاعتنا هيبقى عباره عن ايه؟ هنقلب العلاقه دي ونقول المفروض تاو بتساوي الجي 1 2 في الجاما، اللي هي نقلب الريليشن دي ونقول ان الجي 1 2 عباره عن جي ماتريكس في جي فايبر على جي فايبر في ماتريكس زائد جي ماتريكس في فايبر. علاقه مشابهه قوي للعلاقه اللي جبناها في ال E2 اللي هي لما يبقوا in parallel، لكن
العلاقة دي بتيجي على طول من الميكانيكس والماتيريال للشير ستريس. اخر حاجة بس قبل ما اعدي هنا افكرك ان ده الشير ستريس اللي في البلين 1 2، عشان كده سميناه جي 1 2، وبالتالي المفروض دي تاو 1 2 وجاما 1 2 لو ان احنا هنستخدم الانديشال نوتيشنز في الشير.